حين تتوفر لديك ليمونة، فلماذا لا تحاول إعداد تورتة الليمون الشهية؟ جميل، لكن إذا كانت مهارتك في الطهي سيئة ولا تحب أن يكون أسفل القطعة رطباً فلا تشعر باليأس، لأنه من حسن حظنا كان خبراء الخبز منشغلين بالتمرس في مهنتهم. تمتلك تورتة الليمون هذه طبقة من العجين الدسم وحشوة من قشدة الليمون مزينة بزهرة من قشدة الزبدة. تبدأ العملية في المخبز بإعداد كمية من العجين لتحضير 400 طبقة تورتة. تتمثل الخطوة الأولى في خلط السمن والسكر والملح برفق لثلاث دقائق. بعد ذلك يضاف البيض المبستر ويخلط المزيج لدقيقتين ببطء، لأن المزج السريع يجعل العجين قاسياً ما يسبب تشققه. يضاف الطحين الأبيض تالياً ويخلط ببطء حتى تمتزج المكونات. عندما يصبح العجين جاهزاً يدخل في آلة لإعداد خبز الهامبرجر. الفطائر التي تخرج منها تزن كل منها 100 جرام، ما يجعلها بالحجم المناسب لقاعدة التورتة. توضع الفطائر على مقال من الألمنيوم والتي توضع بدورها في مكبس وتغطى بعازل بلاستيكي. هذا يمنع العجين من الالتصاق بالمعدن الذي يضغط على المقلاة ليوزع العجين بشكل متساو. تدخل المقال بعدها في فرن حيث تدور حتى يخبز العجين. أصبحت طبقات التورتة الدسمة جاهزة للحشو، والتي ستنكه بعصير وزيت الليمون، لكن هناك عدة مكونات أخرى. أولاً، يذاب السمن في قدر كبير. ويضاف بعدها السكر، مع كل من مسحوق الليمون ونشاء الطعام لتكثيف المزيج. بعد خلطها لدقيقتين يضاف البيض، ويحرك المزيج بعدها حتى تمتزج المكونات. يضاف الآن كل من عصير الليمون وزيت الليمون بعد غليهما. تسخين هذه المكونات الحمضية يمنع الدهون من التخثر. وعندما تجهز الحشوة يزال القدر من الخلاط وينقل إلى خط الحشو، حيث تنقل مضخة محتوياته إلى قمع يغذي آلة الحشو. تطرح آلة الحشو نصف كيلو من حشوة الليمون على كل من طبقات التورتة. توضع فطائر التورتة بعدها على صواني للخبز، وتوضع في الفرن لمدة 11 دقيقة. تترك الفطائر بعد خبزها لتبرد في حرارة الغرفة من ساعتين إلى ثلاثة قبل أن تجمد خلال الليل. في اليوم التالي يمكن فصل الفطائر المجمدة عن الأواني باستخدام الأرضية القابلة للإزالة كي لا تتضرر التورتة. تزال كل آثار التحميص برفق قبل إضافة طبقة رقيقة من هلام المشمش لإضفاء القليل من الحلاوة. هذه الطبقة تحمي الحشوة من التشقق عند إذابة التورتة المجمدة. تالياً توضع التورتة في آلة تقطيع مؤتمتة. يدور الطبق الدوار بعد كل عملية تقطيع حتى تجزأ التورتة إلى قطع مع قطع ورق تفصل بينها. هذه الطريقة مصممة للمطاعم التي تقدم التحلية على شكل قطع. وكلمسة أخيرة تزين كل قطعة بزهرة من قشدة الزبدة، وتصبح كل زهرة كاملة بإضافة نقطة من حشوة الليمون في منتصفها. تبدو التورتة الآن جميلة بما يكفي لتؤكل، لكنها تحط بسوار من الكرتون وتوضب بعازل بلاستيكي وتوضع في صندوق للبيع بالتجزئة قبل أن تشحن للزبون.
بمجرد إزالة الجليد عنها تصبح هذه التحلية جاهزة للتقديم والتذوق، لكن نظراً إلى الطريقة يجب أن تكونوا سريعين إذا أردتم تناول قطعة.